جاهزه، يعني هلا فيكم تقسموا التركه بين بعضكم مثل ما بدكم. يعطيك العافيه يا مدام، الحقيقه انت ما قصرتي معنا ابدا. ولو يا استاذ مروان، هذا واجبي، خصوصا اني كنت المستشاره القانونيه عند المرحوم لمدى 10 سنين، مو قلال يعني. بس اللي بيهمني هلا اعرفه انه انتم كيف نويتوا تقسموا التركه بيناتكم مشان اعرف انا اتخذ القرارات اللازمه. والله ما بعرف، انت شو رايك مدام؟ الحقيقه هي شغله خاصه بيناتكم، بس يعني اذا سمحتوا لي اتدخل، انا برايي ما تقسموا شيء ابدا. كيف يعني؟ يعني خلوا المعمل باسمكم انتم اثنين، والمصاري الكاش الموجوده بالبنك بتطوروا فيها المعمل. وبصراحه هي كانت الرغبه غير المعلنه للمرحوم. معك حق مدام، بس انا ما بفهم شيء بشغل المعامل. ولو البركه باخوك استاذ مروان. ما اختلفنا، بس انا بصراحه بفضل اني نفذ رغبتي المعلنه عن تنفيذ الرغبه الغير معلنه للمرحوم. طيب شو هي رغبتك؟ مثل ما اتفقنا المره الماضيه، انا مالي مصلحه بهالمعمل. اصبح بهالحاله شو رايك تاخذ المعمل استاذ مروان، او مثلا تعرضوه للبيع وبتتقاسموا المصاري انتوا اثنين؟ لا لا، شو نبيعه؟ قطعا المعمل ما راح ينباع. يا ستي انا باخده. عظيم، تقرير الخبراء قدر حق المعمل مع الالات الموجوده فيه بحدود الخمس ملايين. موافقين على هذا التقرير؟ انا موافق. طبعا طبعا، وانا موافق. طيب والمصاري الكاش الموجودين بالبنك 4 ملايين. اصبح انا راح اخذ المعمل وراح اعطي الفرق لاخي غسان نص مليون ليره. بس بدي اياهم كاش اخي. كاش ولا همك كاش، مو مشكله. اوكي، طالما انتم هيك متفقين بين بعضكم، معناتها انا خليني اعمل عقد اتفاق وبعدين اتخذ الاجراءات اللازمه. ماشي الحال. ماشي ماشي ماشي، اتكلي على الله. ايه غسان، انت عملت عيني العقل لانك اخذت حصتك مصاري كاش. بتعرف هلا الكاش بهالايام احسن شيء. طبعا يا رولا، ولو انا بعرف شو عم بعمل. بلا معامل بلا وجع قلب. إيه ابي الله يرحمه ما انجلط ومات الا من ورا هالمعمل. طيب شو ناوي تعمل بالمصاري؟ ليكو الثانية ليكو، يعني المصاري لايش خلقت؟ مو مشان يستمتع فيها البني ادم؟ بعدين تعي لقلك، خلينا نتشبرق يومين ثلاثة بهالحياة قبل ما نموت، ما حدا اخذ معه شيء. معك حق، ليش كم مرة رح يعيش الواحد؟ بس اسمع غسان، المثل بيقول لك خذ من التل بيختل، بقى لازم تلاقي لك مشروع تشغل فيه المصاري. ولا يهمك، لاحقين على وجع الراس، بكره بنلاقي 100 شغلة منشغلهم فيها. وصدقيني يا رولا، صدقيني اذا ما بساوي لك هال 4 ملايين 20 مليون بظرف سنتين ما بيكون اسمي غسان. شلون ندبر نص مليون ليره لاخوك غسان؟ لا تاكلي هم، مو مشكله بيتدبر. وبصراحه يا ناديه، انا عم فكر بيع السياره. يو، شلون نقعد بلا سياره؟ شو بدنا نساوي لكان؟ لانه المعمل على وضعه الراهن وبقالاته يلي اكل الدهر عليها وشريب عم يطالع 200 300 الف ليره بالشهر. بقى ولا يهمك، بشهرين زمان أم نشتري سيارة جديدة. بعدين نادية، ما بخفي عنك أنا في براسي موال تاني. شو هالموال بقى؟ عم فكر اشتري خط إنتاج جديد وضاعف الإنتاج 4-5 أمثال، وافتح قنوات جديدة للتصدير لبرا. طيب هالشي ممكن يعني؟ والله يا نادية، إذا نوى الإنسان كل شي ممكن. وإلك عليه بظرف سنتين زمان ساوي المعمل من أحسن وأشهر المعامل بالبلد. بس أنتي اصبري علي شوي ناديه، معليش. ان شاء الله يا مروان، روح الله ياخذ بيدك ويرزقك ويوفقك يا رب. هيك بقى انتقلت ملكيه المعمل للاستاذ مروان. ان شاء الله الف مبروك استاذ. الله يبارك فيك مدام. مبروك اخي. الله يبارك فيك. ان شاء الله يبارك فيك غسان. مبروك. الله يخليك يا رب. ايه سيدي، وهي نص مليون ليره، الشيك قيمته نص مليون، وهي التنازل بإمكانك تسحب باقي المبلغ اللي هو حصتك من الكاش الموجود. يسلموا بياد أخي. الله يسلمك. ألف مبروك إن شاء الله. الله يخليك. إن شاء الله تتهنوا. الله يسلمك يا سيدي. ان شاء الله الف مبروك. يسلموا هالايدين حبيبي. عجبك الطقم؟ بجنن، بيطير العقل، بس باينته غالي كثير. قديش حقه؟ 250 الف ليره، بس ما بينعز عنك شيء. ها، ولسه محضر لك مفاجاه كبيره. لا غسان، حاجتي اليوم مفاجات، لك بخاف يصير لي شيء. تستاهلي حبيبتي.
مستاهل يصير لي شيء؟ لا ولو. انت صبرتي كتير معي وتعبتي، بقى جهزي لي حالك للسفر بأقرب وقت. سفر؟ لوين؟ بدي احضر لك بروجرام سياحي بيطير العقل. ياي، يعني شهر عسل تاني؟ لا ستي، مو شهر واحد، شهرين، واحد لأوروبا والتاني لأمريكا. لا مو معقول غسان، أكيد عم تمزح، عم تحكي جد؟ لك ليش لأمزح؟ شو الناس اللي عم تروح سياحة أحسن مني ومني؟ بعدين خلينا نقبع وش هالدنيا يومين ثلاثة، شو بيصير يعني؟ يا ستي اخترت لك احلى برنامج سياحي، جوله كامله على معظم دول اوروبا، ابتداء من تركيا مرورا بالبلقان واقليم كوسوفو وانتهاء بالبرتغال. يعني تقريبا كم يوم؟ يعني حوالي الشهر، وبعدين بقى منكمل على انجلترا، بنقعد اسبوع زمان، بنقضيها بلندن وبنيوكاسل، بعدين بقى بنطلع اسكتلندا، فينرال داندي، اوبردين، او من انجلترا نطلع رحله بحريه على متن السفينة وذي بلاجر على أمريكا بالبحر. ما أحلى البحر، تعرفي يعني شبيهة كتير بقصة التايتانيك، بس القفلة غير. يا سلام عليك يا غسان. وبأمريكا منقضي 20 يوم، بين واشنطن، تكساس، لاس فيغاس، كاليفورنيا، وبعدين نرجع، يعني بدك تعتبريها رحلة العمر، شو رأيك؟ طيب قديش بدها تكلفنا هاي السفرة؟ يعني بحدود المليون. مليون؟ مو كتير. إيه لا مو كتير على هيك رحلة. بعدين تعي نحسب الورة اللي طلعتنا 3.5 ملايين، مو 4.5، شو بصير يعني؟ صح. مروان؟ ما قلت لي شو صار معك؟ يا ستي دفعت رعبون خط الآلات الجديد ومشي الحال. وقديش بتلحقهم؟ يعني بحدود 4 ملايين ليرة. اوف مو كتير. هو في اغلى من هيك بكتير، بس مبدئيا الالات بتوفي بالغراض. طيب مروان منين بدك تامن مصاري؟ منين يعني؟ من البنك. رح اسحب قرض على ضمان المعمل، قدمت الاوراق وكل شيء جاهز، وبعد حوالي اسبوع بقبض القرض، ووقتها بتكون وصلت الالات الجديده. يعني امتى ممكن يشتغل الخط الجديد؟ يعني بالكتير 10 ايام. بس شو يا نادية، رح نطالع إنتاج خيلي ورح نكسب السوق، لأنه صدقيني إذا ما طورنا الإنتاج ما بنقدر ننافس. تقبرني ما بينخاف عليك، أنا واثقة أنك رح تبلع السوق بسن زمان. إيه لك لحتى تعرفي أنه مواهب جوزك إيه ما لا قليلة أبدا. بدك مني شيء أنا؟ لا تسلمي لي، ما بدي شيء. الله يسلمك. ايوه عظيم جدا. امتى استلمتوا التحويل؟ طيب الله يرضى عليك، ابعتيلهم نعم. لا لا لا،
بعطي لهم اشعار بالاستلام. اي ماشي الحال. ماشي. تحياتي استاذ. اهلا وسهلا. وصلنا الفاكس من الشركه البلغاريه. عظيم جدا. وافقوا على العرض تبعنا وطلبوا بضاعه بحدود 3 ملايين ليره. شو هالحكي؟ تفضل. يسلم دياب. شكرا. الله معك. ستي اليوم وقعت العقد مع الشركة البلغارية. إن شاء الله ألف ألف مبروك. الله يبارك فيكي. وأول طلبية طالبينها بحدود 3 ملايين ليرة. عظيم كتير. معناها صار فيك توفي قرض البنك. وليش لحتى أوفي؟ حبيبي إذا خلصت منه مو أحسن؟ لا تهبك لي هم، القرض بينوفى لحاله. لكن مروان شو رح تعمل بالمصاري؟ حاطت عيني على معمل كحت قماش وبيجوز أخده. شو بدك فيه؟ يعني هيك منصير بدال ما نبعت القماش على المكحتة وندفع عليه مصاري منكحته عنا، يعني فيها توفير منيح بكلفة القطعة. طيب مروان المعمل غالي؟ لا والله يا نادية مو غالي، بالعكس لقطب صاحبه مضطر يبيعه ومتنازل كتير بالسعر. روح الله يوفقك يا مروان وينولك اللي ببالك يا رب. دخلك شو أخباره أخوك غسان ومرته؟ أوه صاروا بأمريكا اليوم، حكى معي بالتليفون على الشغل. يعني بس نحنا هيك بدنا نضل مدفونين بالحياة؟ امتى بدنا نطلع سياحة؟ لا تستعجلي الأمور حبيبتي، كل شي بوقته حلو وكل شي جاي إن شاء الله. كترنا وبس. طلع معنا زيادة وزن 150 كيلو. ستي شو نحن كل يوم حنسافر؟ بعدين بالسفر الواحد بيستحلي كتير شغلات، وأنا مثل ما بتعرفي من النوع اللي ما بحب أحرم حالي من أي شيء بالدنيا. بس بدك الصراحة، أنا ما كنت عارفاني إنه الأسعار نار لهالدرجة. طبعا بدها تكون نار، لأنه معظم الشغلات اللي اشتريناها ماركات عالمية ومشهورة. دخلك قديش كلفت هالسفرة؟ يعني بحدود 1.5 مليون. أوف والله كتير، مو هيك؟ والله كتير يا رولا. تعرفي كان لازم نعمل شوية كنترول، يعني كان بكفي 1 مليون. اقول لحالك، بتعرف انك حطيت بكازينو لاس فيكاس أكتر من 300 ألف؟ ايه، آلة الروليت لحالك خسرت فيها $5,000. مو بإيدي يا رولا، مو بإيدي. الكازينوهات فيها سحر غريب عجيب، وكيف الواحد بيدفع كل هالمصاري ما بعرف. شلون ما بتعرف؟ ليش ما بتكون مثل هدول الناس بيفوتوا بيتفرجوا وما بيحطوا ولا فرنك، بيحملوا حالهم وبيمشوا؟ بس انت سبحان الذي خلقك، مدري شو بيصير لك، بتنلهج وبينعمى على قلبك. يا ستي ولا يهمك، كل شيء بيتعوض. انت بس دعي لربك انه هالاسهم اللي اشتريناها بالول ستريت ترتفع شوي صغيره، وساعات شوفي كيف حنصير فوق الريح. ما بعرف يا غسان، انا قلبي ناقزني. يعني انت ضروري تشتري بكل المصاري اسهم؟ هيك نظام البورصه، يعني باقل من $50,000 ما فيك تدخلي. بعدين ان شاء الله مفكرة كل واحد صار معه قرشين بيلعب بالبورصه على كيفه. يعني نحن كثير كنا مضطرين لهالشغله. لك شو بقى هالشغله؟ هي الشغله احسن شغله. ياما ناس صاروا مليارديريه من وراها، وياما ناس صاروا تحت الارض كمان. لك ليش هالتشاؤم؟ فاهمين ليش نتشائمي هيك؟ خلص لا تخافي، لا تخافي، انا دارس الموضوع من كل جوانبه. دارس الموضوع؟ ما شاء الله عليك، اللي بيسمعك بفكرك ما كنت تتكنس من البورصات. اللي بقى شلون دارس الموضوع؟ هلا هذا العصر شو بيسموه؟ عصر شو يعني؟ عصر شو؟ عصر السرعة. لك مين جاب سيرة السرعة؟ هذا العصر يا خانم اسمه عصر ثورة الاتصالات والمعلومات. ايه شو يعني؟ مشان هيك شركات الاتصالات بالعالم هي الشركات اللي إلها مستقبل،
وكل المستثمرين بيشغلوا أموالهم بهيك شركات. لحد هلأ ما فهمت شي. يعني بالقلم نشرح، أنا اشتريت أسهم بشركة مضمونة الربح، وشركة تليكوم للاتصالات هي من أهم الشركات بالعالم، وأسهمها عم ترتفع يوم بعد يوم، فاطمني وارتاحي وحطي رجليك وإيديك بمي باردة. وبركي هالشركة فلست. شلون تفلس؟ شركة ضخمة رأس مالها 100 مليار دولار تفلس؟ فظيعة، أنت عندك أفكار صبيانية كتيرة. قومي قومي عملينا فنجانين قهوة خلينا نروق رأسنا. قومي مثل ما بدك. قال تفلس. قال مبروك معمل الكحت استاذ. أهلين نعيم، الله يبارك فيك. وعلى قديش رسي البازار تبعك؟ ب3.5 مليون. صدقني استاذ مو غالي ابدا، انا على حد علمي مكلفه كلف لصاحبه 6 ملايين ليرة، وهذا الحكي مو هلا، هذا الحكي قبل سنتين. معك حق، بيسوى هيك شيء لانه الالات حديثه كتير وجديده وقليل مثل بالبلد. لا وغير هيك بتعطي نوعين كحت، كحت حجر وكحت انزيم، وفيك تتحكم بدرجه الكحت والمعالجه عن طريق الكمبيوتر. بتصور استاذ انه من هلا ورايح ما عاد فينه حدا ابدا ينافسنا بالسعر. مو بس بالسعر وبالنوعيه كمان. الو اهلين ناديه. نعم لبيت اخي. ام نروح بنروح اليوم المساء، اتصل فيهم وخذي موعد بعد 9. اوكي حبيبتي، مع السلامه. الله يصلحك يا غسان، يعني ما لقيت غير هالشغله؟ ليه شبه البورصه يا اخي؟ البورصه لها ناسها، وانت عظمك رقيق وما ممكن تتحمل اي هزه، بقى ليش عم تفوت فوتات مالك فيها وتبعزي مصاريك؟ ليش مالي فيها؟ كل ما هنالك ان الشغله بدها جرأه وقوه قلب، وانا والحمد لله مو ناقصني شيء. لك ايمونا هلا من موضوع الشغل، خلونا نحكي بغير شيء. بالفعل يا جماعه، احكوا لنا شو شفتوا بامريكا. اخ على امريكا، اخ لا تذكرونا يا جماعه. اصلا الوقت اللي اجينا على البلد لليوم صايبتني حاله اكتئاب حاده بس من المقارنه. اصلا اخي غسان من طول عمره متهور وطايش وقراراته ارتجاليه، وبكره بتشوفي شلون رح يوقع نكس على راسه. مروان هلا انت متوقع انه غسان يخسر بالبورصه؟ مو قصه يخسر ويربح، بس لعبه البورصه اكبر من غسان بكتير، والشغله بتعتمد اكثر شيء على الحظ. يعني بصراحه ما بتفرق عن القمار بشيء، ويا مناس انخربت بيوتها من وراء القصة. الله يستر يا رب، الله يستر. والآن نلقي نظرة على سعر صرف الدولار مقابل بعض العملات العربية. شو غسان؟ بدك تضل سهران؟ ليش قديش الساعة؟ شو صارت الساعة 2؟ شو هالحكي؟ بتصدقي مو حاسب الوقت؟ شو يعني ما بدك تنام؟ يلا كمان شوي بس لأطمن على مؤشر نازداك. ها طلع 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 مؤشر نازداك 5 نقط. شو يعني؟ يعني أكيد رح ترتفع أسعار أسهم تليكوم. يعني ربحنا بالأسهم؟ بتصور هيك؟ قديش ربحنا؟ ناوليني قال حاسب لشوف. ما استفدنا شيء، رجع السعر نزل بهالسرعة. نزل؟ إيه لك بورصة هاي مو سوق هال، يعني الأسعار بتطلع وبتنزل بين لحظة والتانية، والشاطر بيلحق حاله. طيب يعني إذا بدك تبيع الأسهم شلون بدك تبيعها؟ شغلة سهلة كتير، تليفون واحد للخواجة نصار بيمشي الحال. والله شغلة بتحط العقل بالكف، أحسن شي الواحد يروح ينام. تصبح على خير. أوف والله غريبة، شلون هيك مؤشر داو جونز طالع طلوع وداكس عم ينزل؟ شلون صار الحكي؟ قلنا لك تصبح على خير. غسان خير؟ شوفي طلع نازداك. لك شو عرفني انا بنازداك وغيره؟ ما بدك تقوم، صارت الساعة وحدة. وحدة؟ الله يسامحك، ليش ما فيقتيني من الساعة؟ بتكون بلشت بورصة طوكيو. طب ما بدك تفطر؟ بدي اطمع على حركة المؤشرات. ايه طبعا شحننا كل البضاعة. لا لا بحوالة صغيرة ضد الدفع، بس بدي منك شغلة الله يرضى عليك، بدي الدفعات تكون منتظمة وكبيرة. ايه لك؟ ايه ماشي الحال، وهو كذلك. الى اللقاء، الله معك.
خير يا أنسة في شيء؟ أستاذ وصل فاكس اليوم عم بيقولوا فيه إنه شحنة القماش وصلت. شو هالحكي؟ معناها لازم أطلع على اللاذقية فورا. طبي لي البيت لو سمحتي. حاضر أستاذ. التعمير والاستشارات الهندسية. ثبتت اليوم أسعار إغلاق لك الحوالي الشر بالنسبة معي للتعمير. مو معقول. 10%. لك ما عم صدق عيوني. 49 سنة. يلعن قصدي ما أرسله. شو بك غسان؟ شوفي نزلت الاسهم بورصة نيويورك، نزلت بنت كلب. شو هالحكي؟ اعطيني التليفون احكي مع خواجه نصار، اعطيني بسرعة. المصرية المدينة في الانتاج العالمي، صندوق اعلان الكرة المصرية، اكرو مصر للشدات، الجيزة العمل المقاولات. الو خواجه نصار، انا غسان الموادي عم بحكي من الشام. خير طمني شو الاخبار؟ ايه شفت على التلفزيون نازلة هلا الاسعار. شو هالحكي؟ لسه بتنزل اكثر من هيك؟ ارتفاع بلغ 10 نقاط. طيب شو السبب برايك؟ الاماراتيه شهدت اتجاها معاكسا. ما بيحكي على التليفون، ما مشكله. ابو ظبي الوطني. طيب الحل قل لي شو الحل؟ وشهدت سوق عمان للاوراق الماليه تداولات. امتى؟ ولم يقرا تغير يذكر على مؤشر البورصه. طيب ماشي. كما انهت بورصه البحر. حاول. تعاملات اليوم على انخفاض. الله معك. ايه شو قال لك خواجه نصار؟ قال يمكن تنزل الاسعار اكثر من هيك. شو يعني؟ يعني لازم أأمن له 20,000 دولار ب 12 ساعة. ولا شو هدول؟ ولك شلون لشو هدول؟ مشان أدعم مبلغ التأمين تبعي، لأنه إذا نزلت الأسعار المبلغ اللي عندي ما بيغطي الفرق وبينخرب بيتي وبطلع أوت وبروح كل المصاري، فهمتي بقى؟ شو هالحكي؟ ولي على عمتك يا رولا، خلص جوزك. لك إيه حاجة تنوحي، فكري معي كيف ندبر 20,000 دولار. 20,000 دولار؟ مالك غير أخوك مروان. إيه والله جبتيها. ألو نعم. أهلين غسان. لا والله مروان مو هون، مروان باللاذقية. باللاذقية؟ هلا وقت اللاذقية؟ يعني شو راح يعمل باللاذقية؟ عنده شغل هنيك، راح يستلم بضاعة. هو إمتى بيرجع؟ على أساس إنه بكرة المساء. أعطيني رقم الموبايل تبعه لأتصل معه. مروان ما عنده موبايل. ما معه موبايل؟ معقول تاجر طويل عريض مثل مروان ما يحمل بإيده موبايل؟ هلأ ما قلت لي، شو بتريد منه؟ الشغلة كتير ضرورية، أعطيني أي رقم بلادي احكي معه. طيب، خذ رقم الأوتيل اللي نازل فيه، سجل عندك. صارت الساعة 4 ولهلأ متصل. معقول لسه ما وصل على الأوتيل؟ شو بيعرفني أنا؟ شو بيعرفني؟ طيب، اتصل فيه غسان. حكيت معه 5 مرات. ألو يا خواجة نصار، طمني شو القصة؟ شو الأخبار؟ كمان نزلت الأسهم؟ شو يعني؟ يعني طلعت برا؟ يعني خرب بيتي وراح مصاري؟ الله لا يوفقك إلهي. هيك لك خسرت كل شيء. إيه والله يا أخي كل شيء، حتى رولا خسرتها. تصور ما قبلت تبقى عندي بعد ما صار اللي صار، طلقتها. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقديش معك هلا؟ الله لا يفضح حدا يا اخي، ما معي ولا قرش. صفيت على الحديد الله وكيلك، غير 100 ليره بجيبتي ما في. بعت السياره وعفش البيت مشان استر حالي. وشو ناوي تعمل هلا؟ بدي احاول اوقف على رجلي من جديد. شلون؟ انا الحق علي، المفروض ما كنت اوثق بمؤشر ناسداك. يعني لو كنت مشتري اسهم بشركات مختلفه ووزعت راس مالي كان الوضع افضل بكتير، على القليله ما كنت خسرت هالخساره. ما فهمت عليك، يعني شو ناوي تعمل؟ قلت لك ناوي اعوض. رح اطلع على بيروت وهنيك رح اشتغل بالبورصه، بس هالمره رح اشتغل بوعي اكبر. يعني رح اخذ شويه اسهم له علاقه بمؤشر داو جونز، وشويه تاني له علاقه بمؤشر داكسن، وشويه بمؤشر كاك. وبهالصورة إذا طلع المؤشر أو نزل بضل واقف على رجلي. ها والرأس مال منين؟ منك أنت. أنا؟ إيه طبعاً منك. لكن مين؟ يعني معقول أخي يكون موجود وروح تدين من حدا تاني؟ بعدين أنت أمورك يا أخي ماشي والحمد لله، لازم توقف معي بهيك محنة. إيه بس أنا ما بدي كتير أخي مروان، مليون أو مليونين ليرة مو أكتر من هيك. طبعاً هدول دين برقبتي، ومتى ما مشيت أحوالي برجع لك إياهم. أخي بصراحة هاي شغلة البورصة كلها ياتها مع بيت راسي، والشغل فيها مو مضمون يا أخي.
يعني مثل اللي عم يلعب بالقمار، وفي احتمال كبير ترجع تخسر مرة تانية. بقى الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا غسان. حاجة طيش بقى، حط عقلك براسك، الله يرضى عليك، ما عاد صغير انت. طيب بلا البورصة، انت اعطيني المبلغ وانا بلاقي شي مشروع على مهلي، المهم اشتغل وعوض خسارتي. انا اسف يا غسان، ما بقدر اعطيك هيك مبلغ ابدا. ليش اخي؟ هيك عم اقول لك ما بقدر. ما معك يعني؟ لا معي بس ما بقدر. طيب فهمني شو السبب يا اخي، مو ضروري اشرح لك، عندي اسبابي الخاصه انا. تفضل، هاي شيك 5000 ليره، دبر حالك فيهم لبين ما تلاقي الحل. 5000 ليره؟ لا معلش، شكرا لك، ما بيلزموني. انت شو فكرني جاي اشحل منك؟ بس يا خساره، يا خساره على هالزمن اللي صاروا الاخوه يتعاملوا فيها بهالطريقه. احسبها مثل ما بدك، بس ارجوك لا بقى تطلب مني مصاري، الله يرضى عليك، لا تطلب مني منوب، فهمت؟ حط لي هالشي ببالك. هيك عم تحكي؟ بسيطة، بس يكون بعلمك من يوم ورايح لا انت اخي ولا بعرفك. ماشي الحال، تفضل، الله معك. عفوا، ممكن اقعد هون جنبك الفيات؟ خير يا ابني، شايفك مهموم كتير. عفوا لتدخلي، بس اذا كنت متضايق وجاي على بالك تحكي انا مستعد اسمعك. ايه والله يا عم كتير متضايق. لا حول ولا قوة الا بالله، واضح انه شغلتك كبيرة يا ابني. انا اسف لاني عم بتدخل بشي ما بيخصني، بس الناس للناس. لا لا عادي، مو مشكلة. يا ريت تحكي لي قصتك وتفضفض، احسن ما بضل حاصر بقلبك. خير، شو اللي صاير معك؟ ماشي يا عم، رح احكي لك قصتي. اما قصة غريبة، معقولة تشحد من أخوك وهو مليونير؟ يا سيدي مو بس هيك، قلعني من مكتبه تقليه وما رضي يعطيني غير 5000 ليرة. قسم بالله فاتت لعنده شحادة أعطاها 50000 ليرة مشان تعمل عملية لابنها. أما أنا أخولي من لحمه ودمه. طول بالك أستاذ غسان، وصدقني الدنيا فيها الحلو والمر، وقصصها أغرب من الخيال. بيقول المثل رب صدفة خير من ألف ميعاد. يعني صحيح نحن التقينا هون صدفة، بس صدقني أني ارتحت لك وحسيت أني بعرفك من زمان. لا وخصوصي أنك ابن أصل وأخ التاجر المعروف مروان الموالدي، ومشان هيك أنا بدي أعرض عليك عرض وبتمنى توافق عليه. تفضل يا عم. أنا عندي معمل شراشف وبشكير، والمعمل جديد ولسه ما انطلق منيح بالسوق. كنت عم ادور على موزع شاطر يقدر يسوق لي انتاجي هون وبالمحافظات، فشو رايك تشتغل بهالشغله هي؟ هو صحيح الشغله متواضعه، بس هذا اللي بيطلع بايدي. وعدم المؤاخذه انا فهمت منك انه يعني ما عندك تاكل. اي والله صحيح. بقى صدقني هالشغله فيها مردود ممتاز، وما بتعرف بجوز الله يفتح علينا ونكسب منيح، وشوي شوي ممكن نطور حالنا. شو رأيك؟ ماشي، ما عندي مانع. راح أعطيك نسبة من التوزيع، وكل ما اجتهدت أكثر كل ما كان مردودك أكبر. اتفقنا سيد غسان؟ يعني بقدر أقول لا بدك ياني شحاد ومشارط؟ لا ولو، لا تحكي هيك، فيك البركة. تفضل شرف. كتر خيرك. حمص ولا
طلبيات حلب سجلتها؟ سجلتها، وبكره بتكون بالشحن. عندك شي طلبيات جديدة؟ ايه عندي. اتفقت مع موزع جملة بالحريقة على طلبية كبيرة، بده ياخدها كلها على ليبيا. حلو، عظيم كتير. بس كاسرني بالسعر شوي. ما على شي، ما في مشكلة. إذا الكمية كبيرة بننزل له شوي بالسعر. بده 100 سيري من كل مسطرة، وأعطاني 100,000 رعبون. يا عيني عليك، يا هيك الشغل يا بلا. تفضل هي المصاري. خليهم معك دفع على الحساب. لسه في إلك معي 100,000 تانية. بسدد لك إياها يوم الخميس الجاي. يسلموا الإيدين. الله يسلمك. بالفعل أستاذ غسان، الله يعطيك العافية. يعني هالأربع شهور يلي استلمت فيها التوزيع، زاد توزيع المعمل 3 أضعاف. وهذا كله بفضلك. لا، هذا بفضل رب العالمين. ادخل. مرحبا بابا. أهلا بابا. بعرفك على الأستاذ غسان اللي حكيت لك عنه كتير. أهلا وسهلا. بنتي فاتي. تشرفنا. يا أهلا، نحن بالأكثر أستاذ غسان. على فكرة بابا كتير معجب بنشاطك ودائما بيحكي بسيرتك. الله يخليك يا رب، بس ما تكوني مليتي من حكي عني. أكيد لا. إيه بابا، شو سبب الزيارة؟ تعطلت سيارتي بابا وبدي استعير مفاتيح سيارتك. تكرم عينك. تفضلي. بس لا تتأخري كتير. لا، شغلة 2 ساعة زمان. يلا باي باي. مع السلامة. معك السلامة. فاتي بنتي الوحيدة، بس مسكينة ما لها حظ. ليش؟ خير إن شاء الله. تزوجت على أمريكا، بس زوجها طلع قليل أصل وطلقها بعد 4 سنوات لأنها ما بتجيب أولاد. مسكينة على الحظ، ما بتستاهل والله. يا سيدي نرجع للشغل. في معرض المنتجات السورية بدبي، شو رأيك تطلع تشترك فيه؟ ما في مانع، ليش لا؟ بهالحالة رح تاخذ معك إنتاج معملين. حكيت مع واحد صاحبي عنده معمل تريكو ورح يعطيك مساطر وانت بتعرضها هنيك بمعرفتك، وكل شيء بحسابه. يا سيدي انا مستعد اخذ انتاج 10 معامل اذا بدك. بارك الله فيك. يلا عن اذنك. مع السلامه. طمني، كيف كانت سفرتك؟ عظيمة كتير. ما قلت لك بابا انه الاستاذ غسان ما بينخاف عليه؟ يعني ان شاء الله جايب معك طلبات منيحة. حوالي 8 ملايين ليرة. عين عليك. ها، هيك الشغل ولا بلا؟ ومعمل التريكو شو صار فيه؟ خصصته بحدود 4 ملايين، وكله على سنغافورة والباكستان وماليزيا. شو بدك على سبب هيك؟ يعني هي طلعت سفرتك 1.25 مليون. نعمة كريم. طيب شو رأيك يا غسان تشاركني على معمل جديد؟ بس أنا ما معي رأس مال. أنت ما عليك، دبر 1.5 مليون وبكتب لك ربع المعمل وأنت بتشرف عليه والأرباح بالنص. الحقيقة ما بعرف شو بدي أقول لك، أنت غمرتني بلطفك وكرمك والله، بعت لي إياك من السماء، ولولاك ما كنت بعرف شو بدي أسوي بحالي. أنت اللي بتستاهل كل خير لأنك بتحب الشغل. هلا رح تقضوا لنا إياها مجاملات؟ يفكرون لنا بشي مشروع غدا قبل ما تفكروا بمشاريع الشغل. غسان، أنا جاي على بالي أعزم اليوم بابا على الغدا، شو رأيك؟ شو عليه؟ احكي معه. هلأ بحكي، بس لأنه من وقت اللي تجوزنا لهلأ ما أجا تغدى عنا غير مرة واحدة. صحيح، التاني مسكين الله يعينه، الشغل أخذ كل وقته. المشكلة إنه الله بهيمي بأب وجوز، ما بيعرف من هالدنيا غير الشغل والتجارة. شو بدي اعمل؟ هيك نصيبي. حظك قليل، يعني لو تعرفتي علي انا وصايع كان دورتك بكل بلد شهر كامل. بالفعل حظي معطر، هلا ركزت على دوري وما بقى بدك تطلع سياحه؟ ولا يهمك روحي ولا يهمك، الشهر الجاي عنا معرض ببلغاريا، جهزي حالك لتروحي معنا. ايه ها؟ هذا الحكي اللي بينسمع،
ما بكفي ما عملت لي شهر عسل؟ كله ملحوق عليه ان شاء الله. المهم شو رح تسوينا على الغداء؟ شيخ المحشي ومقلوبه، هدول الاكلتين بابا كتير بيحبها. عظيم كتير. لازمك غلط شيء قبل ما امشي؟ لا حبيبي تيسر انت، انا بدبر حالي. يلا باي. مع السلامه. حاكيني بس توصل على المكتب. ان شاء الله. يعطيك العافيه. اهلين. الله يعافيك عمي. عندك علم ان اليوم موعد الاجتماع السنوي لرابطه التجار؟ اي عندي علم، بعثوا لي كرت دعوه. وناوي تحضر؟ ما بعرف، انت شو رايك؟ نحضر سوا، شو خسراني؟ خصوصي انه رح ينتخبوا رئيس للرابطه التجاريه، وضروري نعطي صوتنا لحدا بنعرفه. وهو كذلك عمي. يلا، تاخرنا عن مقلوبه وشغل محشي، شغلك. تفضل سخي. يعطيكم العافية جميعا. طبعا نحن اليوم بدنا ننتخب رئيس جديد للرابطة التجارية، وما وصلني غير طلب ترشيح واحد لهالمنصب، وحسب النظام الداخلي للرابطة راح نطرح اسم المرشح للاقتراح، فإذا نال نسبة 60% من أصوات الأعضاء بينجح، وإذا نال نسبة أقل راح نفتح باب الترشيح من جديد. عفوا أستاذ، مين المرشح لرئاسة الرابطة؟ المرشح هو السيد مروان موالدي. مروان؟ بقى في حدا عنده اعتراض على ترشيح السيد مروان لهالمنصب؟ اي نعم، انا عندي اعتراض. ممكن نعرف شو هو؟ اعتراضي انه الانسان احيانا بيتاخذ بالمظاهر، ونحن للاسف الشديد بهالاجتماع مخدوعين بالمظاهر. شو بتقصد استاذ غسان؟ اللي بقصده انه يمكن معظمكم ما بيعرف انه الاستاذ مروان موالدي التاجر الثري المعروف والمليونير الاشهر هو أخي ابن أمي وأبي، وهالأخ الحبيب الغالي العزيز لما صار تاجر مليونير كبير دقيت بابه، وكنت بأشد لحظات الفقر والعوز، قام طردني وتخلى عني وصار يتعرى مني كأني حرف سائط أو كلب لكلاب الشوارع، وفعلا صرت نام بالحدائق وما معي فرنج بجيبتي، بينما هو نايم على فراش من حرير، وطلب مني ما يشوف خلقتي ولا دوس مكتبه، وبكل صفاقة بيعطيني حسني حقيرة كأني متسول عنده، ولولا العيب والحياة كانت برا مني بالنفوس. بقى بتقديركم يلي ما في خير لأخوه ممكن يكون في خير لهالبلد أو للرابطة التجارية أو لأي إنسان إن كان؟ لا، ولولا هالإنسان اللي قدامكم، هالشخص الطيب هاد يلي ساعدني وشجعني وشغلني وجوزني بنته، كنت لحد اللحظة مربي بالشارع ما معي آكل. ولهالسبب أنا بستنكر ترشيحكم للسيد مروان، وبطعن بأخلاقه وبسلوكه، لأنه ببساطة هالإنسان هاد ما في ذرة من الرحمة والعطف والإنسانية. وهي السيد مروان مرشحكم النبيل، تفضلوا فيكم تسألوه. أخواني، الحقيقة أنا ما كنت بتمنى أنحط بهيك موقف، بس هيك ظروف شاءت وأنا مضطر أحكي، ولحتى ما حدا يفهمني غلط مضطر أحكي القصة من أولها. الوالد الله يرحمه ترك لنا ورثة قاسمناها أنا وغسان. أنا أخذت حقي من هالمصاري ومن ضمنهم معمل الوالد، وهو باعني حصته وأخذ كامل حقه، وحرمت نفسي وعيالي من كل شيء، وانغمست بالعمل حتى قدرت كون هالثروة. بينما أخي غسان الله يصلحه ويهديه صرف أمواله وبحترها بأسواق البورصة والمضاربة والإقمار والاستجمام والسياحة والترف واللهو والرحلات، هيك لحتى بدد أمواله وما بقي معه قرش واحد. حتى زوجته ملت من طيشه وجنانه وتركته، وصفي مثل صبي الحمام، إيد من ورا وإيد من قدام، وكله بسبب تبذيره بهداك الوقت. وبيوم من الأيام إجا لعندي وطلب مني مليونين ليرة دين حتى يشتغل فيهم بأسهم البورصة، فما كان مني إلا أني صرفته عن بابي بحزم، وامتنعت عن مساعدته نهائيا إلا بكم قرش حتى يسد فيهم جوعه. وبمجرد ما طلع من عندي مكسور الخاطر
بعت له أبو حسان يلي هو موظف عندي وخليته يلحقه على الحديقة ويتحركش فيه ويشغله بمعمر البشاكير يلي هو بالحقيقة ملكي. أنا يلي كنت ورا صفقة السوق التجارية بدبي ويلي درت عليه أموال طائلة لأني اشتريت البضاعة كلياتها لحسابي وبعته إياها برخص حتى يحقق دخل محترم ويتحسن وضعه المادي ويحس أنه أنجز هالصفقة بشطارته وبدون منية حدا. أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا كنت ورا جوازته من فاتن بنت أبو حسان وبعتها مخصوص حتى تشوفه ويشوفها ويحصل نصيب. الفيلا اللي ساكنها حاليا والمزرعة هدول بالحقيقة ملكي والملك لله، وأنا خليت أبو حسان يبيعوا ياهم بتراب الفلوس. أنا يا أخواني مالي بخيل وما قلعت أخي من مكتبي عن قلة أصل أو عن تعسف أو تكبر معاذ الله. أنا حبيت يعتمد على نفسه وما يحس بالفضل لأي إنسان حتى لو كان أخوه. غسان أخي ابن أمي وأبي والدم ما بيصير مي، والوالد الله يرحمه وصانا ببعضنا وما بنسى كلامه وهو عم يقول لي وهو على فراش الموت: خليك أنت وأخوك يا ابني ستر وغطى، لا تشمتوا الناس فيكن. لذلك أنا بعتز وبكبر وبفتخر لما بيكون هو كبير. إيدي وهي بإيد أخي منفتة الصخر وبنقطف النجوم، وأكبر حمل مهما كان تقيل من شيله. أنا مالي فضل ولا مني حاشا لله، الفضل دائما وأبدا لله عز وجل. أنا بس هيأت له الفرص وهو اللي أثبت موجوديته وأكد للجميع بأنه أهل لحمل المسؤولية. أنا يا أخوان إذا حدا قال لي فلان أحسن منك يمكن أنزعج، بس إذا قالوا لي أخوك أحسن منك بشعر بسعادة غامرة وبتمنى إلحقه وحط كتفي بكتفه، بركي بنعدم منه بيصيبني شيء من نجاحه. هي كل القصة يا أخوان، وبتمنى أن يكون قمت بواجبي اتجاه أخي واتجاه الله عز وجل على أكمل وجه. بتصور بعد اللي سمعناه ما في حدا عنده اعتراض على ترشيح السيد مروان لهالمنصب؟ طبعاً. طبعاً ما في شيء. طبعاً. أنا عندي اعتراض. خير أستاذ مروان. أنا بسحب ترشيحي وبقترح ترشيح أخي غسان لهالمنصب لأنه فعلاً بيستاهله. وبالنهاية غسان شاب طموح وديناميكي وبتمنى من الأعضاء المحترمين يوافقوني الرأي. يا فريحة. نعم ماما. تقبريني جيبي بدرب طريقك ابريق المي وتعالي اوام. حاضر يلا. ابو تيسير. يا ابو تيسير. شو في ام تيسير؟ خلاص الغداء؟ ايه الغداء جاهز. شو مساويتي لنا اليوم؟ عملت لك مجدرة. اما شو مجدرة؟ ايه رح تاكل اصابيعك وراها. ايه من يومين اكلناها ما حنا ننساها. شو بدنا نعمل يا ابن الحلال؟ ايه هذا المقدور عليه. بعدين لا تنسى ابو تيسير صار لك شي شهر ما جبت لنا وقيه لحمه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، شو بدي اعمل اكثر من هيك؟ طول بالك ابو تيسير الا ما تفرج. طالما الحرب شغاله بين حارتنا وحاره الخمس نزلات ما راح تفرج ابدا. لك ما عاد حدا اشتغل شغلي، الكل فاتح تمه للهوى. بابا هلا شو سبب العداوه بيننا وبين حاره الخمس نزلات؟ عداوة قديمة ورتانينا أبداً عن جد وما حدا بيعرف السبب الحقيقي. وآخرتها لإمتى رح نضل على هالحالة؟ والله ما حدا بيعرف لك بنتي، الشغلة صايرة هبات هبات. صحيح بيتدخلوا كباريات الحارة بالصلحة بيناتنا وبتدوم الصلحة سنة سنتين ثلاثة على هوا الظروف، وعند أول مشكلة الشغلة بترجع ألعن من أول. هذا صوت الزمور أكيد عليك. الله يجيبنا يا رب. فريحة روحي ناويين العصاية لشوف. هذا ببوس ايدك يا ابو تيسير وين ما تطلع تقبرني. لك معقول يا ابو تيسير؟ معقول معقول اطلع جبان بعيون اهل الحارة؟ روحي ناويين العصاية. يا ابو تيسير الله نجينا مما نحشى. هات يا شوف. يا لقات هات يا ابو تيسير. هات يا ابو تيسير.
اليوم لحد ما نريده، هذا اليوم لحد ما نريده. ارجوهم مين نحنا؟ ارجوهم مين شباب حاره الخمس نزلات؟ ارجوهم لحد السبع طلعات مين نحنا؟ لك مين نحنا؟ شوفوا يلا لك سعده، يلا روح اعطي. ايوه يلا يا شباب يلا، لك هذا اليوم اللي حنا نريده، هذا اليوم اللي حنا نريده. قوي هاو يا شباب حاره السبع طلعات، قوي هاو. الله بحي سكرتيه والابضايات، قوي هاو. واليوم سفع لفوف وضرب الطيارات، قوي هاو. والله بحي شباب السبع طلعات. ولك هذا يومكم يا سكرتيه، هذا يومكم يا ابضايات. الله حيو الله حيو. لك كسروا روسهم نسوا حليب امهم. الله اكبر عليكم يا عناتر، الله اكبر. اوعكم تخلوني ناموا بفلاشهم سالمين. لك انتوا درع الحاره، انتوا الابطال، خلوني روح من حاره سبع طلعات وكم صحيين. لك الله اكبر الله اكبر. مش حارة الخمس نزلات. الله يعطيكم العافية جميع فردا فردا. الله يعافيك. اليوم علمنا حارة السبع طلعات درس بالمرجلة وبالسكرتية. الله حيوك فهد. أحلى زعيم والله. عاش زعيم حارة الخمس نزلات. عاش عاش عاش. أحلى زعيم والله. يعني انتصارنا اليوم على حارة السبع طلعات راح يمرمي وجوههم بالتراب. ومن اليوم ورايح ما بتصور ابدا انه في ابن مرة من حارة السبع طلعات راح يسترجي يرفع راسه بوشنا. فشر زعيم. يا شباب اليوم عطينا حارة الخمس نزلات درس مرتب بالمرجلة والسكرتية، ومن اليوم ورايح ما عاد في ابن مرة بحارة الخمس نزلات بيسترجي يرفع راسه بوشنا. خسى وميت خسى ولو بقى. مبروك عليكم يا جماعة، مبروك عليكم هالنصر العظيم المؤزر يلي رح يتسجل بتاريخ الحارة بحروف من ذهب، بحروف من نار ونور. الله يبارك فيك يا زعيم ويديم عزك فينا. مبروك علينا جميعا يا زعيم، نحن بلاك ما منسوى قشرة بصلة. يعني بالفترة الأخيرة يا أب توفيق أب فهد وجماعته كبر راسهم كتير. شو عليه يا معلم؟ نحن شغلتنا تكسير الروس. لا وفوق منها طول ضنبون وحمي عصون وطالت أظافيره، وكان لابد من هيك ضربة حتى يرجعوا مثل ما كانوا، مثل القطاط المرعوبة. لك آخ يا جماعة آخ آخ، شو مشتهي شوف أبو فهد وجماعته شو عم يعملوا هلأ بعد الكف المرتب يلي أكلوه. عيش أبو دياب زعيم حارتنا ويا عيش 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 يعيش أفهد زعيم حارتنا. يعيش يعيش يعيش. أهلين عباس. أهلين وسهلين. أخ أخ يا جماعة شو مشتهي شوف أبو دياب وجماعته هلأ بعد ما كسرنا له الروسون وقصقصنا له جناحاتهم وهرسنا له لدنابو. يا سيدي هلأ بيكونوا حاطين الحزم بالجرن وقاعدين. خرجوا الله ليقيم الشدة عن قلبهم تجاه الحبيب. بيستاهلوا أكتر من هيك. المهم يا جماعة لازم نضل مستعدين وزاهزين، لأنه بيجوز الله يامي على قلب أبو دياب وجماعته ويفكروا يهجموا علينا شي هجمة غدر لحتى ياخدوا بتارو. يا سيدي إن شاء الله بيعملوها، بلكي بيكون آخر يوم بحياتهم. انت قول بلكي نهايتهم على إيدينا. نمر نمر يا عباس نمر. أهلين أبهد. هلا هيك بدنا نقضي كل وقتنا عم نلعب طاولة زهر؟ ليش لقينا شغل وما اشتغلنا؟ عم نفش خرقنا بهالطاولة، فيها شي هي كمان؟ ايه، ولأيمتى بدها تضل هالحالة دائرة؟ أخي طالما أبو دياب وأفهد راكبين راسهم تنحين، معناتها الحالة كل مالها لورا. إجا طرخون. وين ويش؟ سلام يا رجال. أهلين طرخون. أرجيلة عجمي وكاسة شاي تقيلة يا ولد. بحبك وححبك وراح احبك على طول، مش قادر ونسيتك
زي هلا فهمني يا ابو دياب، لامتى بدي ضل مثل الاطرش بالزفه؟ شو بدك تفهمي يا دياب؟ امتى بدك تجيب الوحده تساعدني بشغل البيت؟ ليش شو عم تشتغلي انت؟ خزيت العين عنك ما عم تشتغلي شيء؟ هلا كل هالشغل مو باين معك؟ لا مو شيء هيك، بس كاني ملاحظ انه ما عم تمدي ايدك بهالبيت على شغله. هلا انا ما بمد ايدي على شغله؟ ستي ولا تمدي ايدك، شو هالهم يعني؟ هي عندك ام صالح وام ناظم بيشتغلوا عنك كل شيء. ولو ما بيكفوا. هلا تنتين نسوان عم يحوصوا بين ايديك طول النهار، ما بيكفوا يا ام دياب. طبعا، لانه ام صالح دوبت لحق مساوات شاي وقهوه وارجيل لضيوفك، وام ناظم متفرغه للغسيل والطبخ، بقى بدي وحده ثالثه مشان المسح والتعزيل. مو كتير هيك يا ام دياب؟ لا يا سيدي مو كتير، يكون بعلمك انه ام فهد عندها 4 نسوان تحت ايديها عم يخدموها، وهي مرت زعيم حاره تشتوش لا راح ولا اجا. والله العظيم بهي معك حق، يعني اذا ام فهد عندها 4 نسوان انت لازم يكون عندك 5. ولهالشي انا من بكره راح ادبر لك 3 نسوان تحت تقطيع الارض ولو تكرم عيونك يا ام دياب. يعني اذا كان العز ما بيلبق لك الك، لمين بده يلبق لك؟ لا بقلشوحة مرجوحة ولا أبو بريص بقاب. يلا يخليني إياك يا رب يا أبو دياب، وينصرك على حالة الخمس نزلات يا حق. وهالموسى دم 7 طقات، يعني إذا كان اللي حامله شب زقرته أبضاي بلحظة بينفتح معه بيشرك الزلمة. شو في عندك كمان برهوم؟ عندي خنجر جديد مسنون على الطرفين ومبولد، يعني دفشة صغيرة ببطن الزلمة بينكتله كراره بيفزر له مصارينه، يعني بهالخنجر ولد صغير بيشرك زلمة قد اللوح. يعني بالمختصر المفيد خطر وما بيتسلم لمين ما كان، لأنه مثل ما بتعرف السلاح بإيد الغشيم خطر، خطر كتير. وكم واحد عندك من الخنجر؟ هلأ ما عندي غير هالمسطرة، لأنه هالخنجر بالذات ما بيع منه غير على التواصي، لكن إذا بدكن وبعد الاتفاق بحصر التوزيع فيكن وما ببيع منه لغير حارات. طيب بتخلي هالمساطر عنا اليوم وبترجع بكرة على بين ما نتفق شو بدنا. خدام الطيبين أنا، تأمر شي تاني معلم؟ سلامتك. أهلين لبضاي. أهلين وسهلين. وصل زهير. تأمر زعيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو رأيكم يا جماعة؟ ولو زعيم الشور شورك، بعد عمرك زعيم أنا إلي ملحوظة. عم بسمع. نحن طول عمرنا نحن وحارة السباط طلعان ما استعملنا هيك أسلحة. معلوم، بس أنا أسلاح ما رح نستعمل. لكان شو بدنا نعمل فيها؟ نحن بدنا نشتري أسلاح للتخويف وبس، لأنه مثل ما بتعرف إذا بصير عنا هيك سلاح ما بيعود فيه ابن مرة بيسترجي يرفع راسه قدامنا بتاتا. إذا كان هيك زعيم نحن مالنا حكي بنوب. على كل حال بكرة بتنزل أنت وسعد وزهير وبتلم أخوات من الناس، الكل بده يدفع. أنا ما عندي دان مشطة، وهالشي كله وهالمصاري كلها لحتى نأمن حق صفقة السلاح. لعيونك زعيم، بكرة المصاري بتكون عندك. شو أبتوفيق؟ شايفك ساكت اليوم وما عم تناغشني مثل العادة. ما طلع معك شي خطة جديدة نقدر فيها نكسر راس أبو فهد وجماعته؟ طول بالك علي معلم، أنا عم فكر لك بخطة على كيف كيفها. زعيم وصفي القط على بيقابلكم. وصفي القط؟ أول يسمعني الأخبار الطيبة، صار لي زمان ما شفته. خليه يفوت. على عيني. القط منو هاد وصف القط زعيم؟ هادا عوايلي جديد عينته من مدة كم يوم بحارة أبو فهد. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، تفضل. شلونك يا قط؟ داعي لك بطولة العمر يا زعيم. إيه والله من يد ما نعدمه. أهلين يا بضاي. هلا هذا هو القط اللي حكيت لي عليه زعيم؟ هذا هو. شو رايك في سيامي ولا منغولي؟ بينتو منغولي. شو الاخبار عندك يا قط؟ بصراحه يا زعيم عندي خبرين بس خايف يجعزوك.
إيه ما عاش هاللي بده يجعز الزعيم. وشو هالخبرين بقى؟ هذا ابو فهد عم يشتري أسلحة أشكال ألوان وناوي يسلح جماعته. أسلحة؟ ابو فهد عم يشتري أسلحة؟ إيه. وشو نوع هالأسلحة بقى؟ على هوا ما فهمت، ناوي يشتري مواس كباس بسبع طقات وخناجر مبولدة مسنونة من الطرفين. يخرب بيته على العملة. لك العمى شو ناوي يساوي هذا؟ لحمة العمى. ايه تاري هالسهيان عم يشتغل ومو ناوي يجيب البر. هذا اللي عم يصير بالحرف سيدنا. بسيطة. وشو الخبرية التانية بقى؟ ابو تيسير. مين ابو تيسير؟ ابو تيسير الدقاق معلم زلمتكم. ايه شبه؟ اوعى تقلي انه عم يشتغل تاسوس لحساب ابو فهد وتجيب لي تقلنا ارزانها. لحد هلا لا، بس سمعت انه ناوي يجوز بنته فريحه لشب من حارة الخمس نزلات. الله لا يعطي عافيه على العمله. لك شو ناوي يساوي هذا؟ شو ناوي يساوي؟ ناوي ينكس عقال حارتنا على اخر الزمان؟ بسيطه، انا بعرف شغلي معه. جنقل جنقل مور زعيم، خد وصف القط وغديه وكرمه، اعمل له فتة حليب اذا بده، واوعى يخرمشك. ها ليش بنسترجي زعيم؟ فضلكم سابي، بتستاهل اكثر من هيك يا قط. شنقل الله يرضى عليه، خده ودلله، معلش خليه برطي عنا ويتنغنغ له شي شويه. على عيني شريف. يلا السلام عليكم. عليك السلام. عليك السلام والكرام. معقولة أبو تيسير يعمل هالعملة السودة زعيم؟ يا ويلو إذا طلع هالكلام صحيح يا أبو توفيق. يا ويلو. طرخون أهو زعيم. نط على بيت أبو تيسير، جيبه موجودا وتعال أنت وياه، وإذا ما لقيته بالبيت دور عليه وين مكان، المهم لا ترجع إلا وإيدك على إيده. أمرك زعيم. ما بصير هيك يا أبو تيسير، الله يخليك. شو كان المفروض أعمل لك؟ كان المفروض ما تعطي كلمة للجماعة قبل ما تشاور الزعيم، هيك الأصول. هلا حتى بجوازة البنت بدي أخذ رأي الزعيم؟ هيك جرت العادة يا أبو تيسير. بعدين هي مو جوازة عادية. قولي هي جوازة لشاب من حارة الخمس نزلات. ستي هذا اللي صار. بعدين شو بعرفك؟ بجوز تكون هالجوازة فاتحة خير. يو شلون بقى فاتحة خير؟ يعني بجوز تكون هالجوازة تقرب القلوب من بعضها ويتصالحوا الحارتين مع بعضهم البعض. والله يا بابا أنا خايفة كتير، قلبي مو مطمن أبدا. لا تخافي لك بنتي، لا تخافي، ما بياخد الواحد غير نصيبه. مين؟ افتح على طرخون. علين طرخون تفضل. مستعجل، بس اوعيك بسرعة وتع معي، زعيم طالبة. مشي سبيني ولا لاحقة. ما بقدر، الزعيم قال لي لا ترجع الا ورجلك على رجله. بقى خفها شوي الله يرضى عليك قبل ما يستعوينا الزعيم. حاضر، لجيب السلك تبعي وماشي معاه. فوق الناخل فوق فوق يا با فوق الناخل فوق. شو بده منك ابو تيسير؟ ما بعرف، انا ابو دياب طالبني على الفور. يلا بخاطركم، مع السلامه. معقوله يكون دري؟ ولي على امري، الله يستر يا رب. شو ابو تيسير؟ الله يسمعنا الاخبار الطيبه. والله انا اخبار زعيم. قال بدك تجوز بنتك لحارة الخمس نزلات. الحقيقة صار حكي بالموضوع. صار حكي بالموضوع، صار حكي بالموضوع يا جماعة، وأنا مالي دريان، نايم على وداني. العمى بقلبك، العمى بقلبك، العمى. ولك وين عايش أنت؟ ولك وين عايش في صحراء؟ ولك ما عندك كبير بالحارة أنت؟ ما في زعيم؟ لك لا يكون مالو قبضني يا جماعة، مالي معبي حينه. عوزوا بالله زعيم، عوزوا حينه ما بستجي. بقدح عموس بجيب أجله. طول بالك زعيم، ما وصلت لهون. لوين وصلت لكان؟ لك حضرتك قطعت ووصلت من عندك من دون ما تشاورني وبتقلي ما وصلت لهون؟
وصلك ابو ملعون يخلع رقبتك انت الثاني. انا قلت لحالي انه الموضوع خاص شوي، ما حبيت وجع لك راسك فيه. لك مين قال لك انه الموضوع خاص؟ مين قال لك؟ لك هذا موضوع متعلق بكرامة الحارة، بهيبة الحارة، بتاريخ الحارة. 60-70 سنة من العداوة والصراع بيننا وبين حارة الخمس نزلات، انه هيك بترميهم ورا ظهرك وما تسأل عن حدا؟ يخرب بيتك ما اغشمك، تضرب بها الراس اللي ناتعه بين كتافك. ان شاء الله زعيم، ان شاء الله تفور لي دمك. ولك انت بتقبل انه قد فهد وجماعته يعلموا علينا؟ طبعا لا ما بقبل. بس بهيك جوازة بيعلموا علينا؟ يعني لما رح ياخدوا بنت من بناتنا رح يعلموا علينا وينكسوا عقالنا؟ لك شو انت ناوي تنكس عقال الحارة كلها يا التيسير؟ يخرب بيتك وبيت بيتك العمى. طول بالك زعيم، اكيد ابو تيسير ما كان عرفان شو عم يعمل. اسمع ابو تيسير، موضوع هالشواسة بتنسى كله من عين اصله، بتنسخه من راسك نسخ، والا قسما بالله بعتبرك خائن من الدرجه الاولى ومتمرد وعميل للعدو. فهمت امرك زعيم؟ سقوا قهوه. ايه وشو يعني؟ شو يعني؟ سكرنا عن الموضوع نهائيا ابو دياب، هيك امر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا حسرتي عليك يا بنتي، شو حظاتك إلا؟ والله كان قلبي حاسسني إنه ما حيمشي الحال، والله واللي اسمه الله. لك شو بدي فهم فيه لفهم؟ هذا أبو دياب مو حيسما، شوية تاني رح يطالعني عوايني وداسوس. قومي ساوي لنا كاس الشاي لروق دماتي، حاسس راسي حامي مثل التنور. هذا الموس 8 طقات دارجة موته بهالكاميون، بس علته انه بده ايد خفيفة ورشقة ومعلمية بالفتح وبالغلق، والشي المنيح اللي فيه انه بينضب وبينحط تحت الاواعي بسهولة، ولا من شاف ولا من دري. حلو كتير. ويا ترى ابو فهد اخذ من هذا الموديل؟ لا، اخذ من موديل 7 طقات. مرعون بدي اسألك سؤال لو صعب شوي، هلأ شو الفرق بين الموديلين؟ 8 طقات عملي أكتر وسهل بالفتح وبالغلق. لكن لا شو بدنا بها الإعلاق الفاضي؟ برهوم جاوبني على سؤالي وصلى الله وبارك. تفضل زعيم. يعني إذا 2 سكرتية، واحد معه موس ب7 طقات والتاني معه موس ب8 طقات، مين بيغلق؟ يا سيدي عبيب ما ينفتح الموس تبع 7 طقات بيكون الموس تبع 8 طقات شركه للزلمة. عظيم كتير، هذا المطلوب. اذا نحن رح ناخذ من هذا الموديل بس على شرطها. شو هو زعيم؟ ما بدي تعطي ابو فهد منه. والله اذا بتشتروا كل الكميه اللي عندي انا ما عندي مانع. طيب كم موس عندك انت؟ 20. مو مشكله، انا لحالي بدي 7 و3 للعينتين والباقي بنوزعه على اهل الحاره. الله يخلي لنا اياك يا معلم. ماشي ما شاء الله. ماشي. غيره شو في عندك؟ معي شبريات وشناجل وخناجر ومخمسات وشنطيانات ومقاليع، ولكل شي جاهز، انا خدام الطيبين. شو يا قال الزعيم عم يشتري سلاح لاهل الحاره؟ والله اذا صارت العلقه بالمواس والخناجر وبطلت موضه الدمسات والعصي ليصير الدم للركب. صحيح، بس عم بيقولوا انه هذا سلاح للاحتياط مو اكثر، يعني ما رح يستعملوه الا اذا جماعه ابو فهد استعملوه. سيدي الله يستر. سلام عجال. يا جماعة بيقلكن الزعيم اللي ما دفع 3 ذهبات تبرع للصندوق الحربي آخر مهلة للدفع بكرة. ايه واللي ما معه يدفع؟ سعرك سعر كل أهل الحارة، كل بده يدفع. طيب واللي ما معه؟ شو بيعرفني؟ يدبر راسه، يبيع أساور مرته، يبيع أغراض من البيت يصطفي. أمن الحارة أهم كل شيء، بعدين المصاري اللي عم تدفعوها ما رح ينوبنا منها شيء، كلها رح تروح حق سلاح ومواس وخناجر وكندرجيات، وهذا سلاح بآخر الأمر إلكن حتى تحموا بيوتكن وولادكن. بقى ما بدي حدا يقصر بالدفع وإلا الزعيم بيزعلها. فهمكن كفاية. سلام. يا عم
شو المصيبة هاي؟ لك شوي تاني رح نبيع وعينا. بالفعل مصيبة. يعني هلا إذا حارة الخمس نزلات تحاولوا اشتروا بوريل، ضروري نحنا كمان نشتري بوريل؟ شو بعرفني يا العاب. ميت أهلين وسهلين بالزعيم. عليم الله شرفت بيتك. يشرف مقدارك يا أبو توفيق. زعيم أنا جبتك لهون مشان لحتى أقول لك على خطة سرية جهنمية، بس ما بعرف إذا بتوافقني عليها ولا لا. وشو الخطة بقى؟ هات لشوف. شو رأيك زعيم بالمعركة الجاية؟ نأسر شي واحد من جماعة أبو فهد، يعني نتكاتر عليه ونجيبه لهون ونحبسه عنا. ايه وشو بدنا نعمل فيه هذا؟ بنعمل عليه مفاوضات زعيم، وما منرجع لهم اياه لحتى يدفعوا ديته مصاري، وبهالحالة كمان منكون اشترينا الأسلحة على حساب أبو فهد. عفارم عليك يا أبو توفيق، عفارم. بالفعل انك مستشار حربي معتبر، فكرة رهيبة جدا هي اللي عم تقولها. بس يا ترى أبو توفيق، اذا نحن هجمنا عليهم شلون بدنا نرجع من حارتهم ومعنا اسير؟ ما بتلاقيها صعبة شوي يا أبو توفيق؟ وليش لحتى نهجم؟ شو بدنا نساوي لك؟ نستناهم حتى هنن يهجموا؟ وبركي يا سيدي خافوا وترددوا وما هجموا. بسيطة زعيم، منتحركش فيهم. شلون بقى نتحركش فيهم؟ اسمع معلم، منطالع كم ولد على الاساطيح وبنعطيهم نقفة، بينقفوا لهم كم بحصة على شباك ابو فهد وبيكسروا له البلور وبيهربوا، والجماعة اكيد ما رح يسكتوا على هالاعتداء ورح يهجموا علينا، ونحن طبعا بهالاثناء منكون مستعدين ومجهزين حالنا. عفارم عليك يا ابو توفيق، قسما بالله انك دايق ولعنة مكبرتي وبلوة مصبرة. ندرن علي، ندرن علي إذا نجحت هالخطة لعلق لك نيشان الحارة على صدرك بإيدي. ما بدي إلا رضاك زعيم، بكفي النياشين اللي علقت على صدري ببطولاتي الماضية. قوم جيب لي نفس يا بلعوس. أول شيء بحب هنيكم وهني نفسي على هالانتصار الكبير اللي حققناه اليوم على حارة السبع طلعات. هلا صعيب نتكاتروا على فايز وأسروه على غفلة من عيوننا وأثناء فرحتنا بهالانتصار الكبير، بس هالشي ما لازم يخفف أبدا من فرحتنا الكبيرة. وأنا بوعدكم أنه فايز الذي يقبع الآن في سجون العدو لن ننساه أبدا، وبوعدكم كمان وعد شرف انه بالمعركة القادمة بدنا نأسر خمسة من جماعة ابو دياب ونبدلهم بأفايز باول عملية تبادل اسرى، وهالشي لما رح تعرف فيه الحارات الصديقة والعدوة رح يكون وصمة عار بتاريخ حارة السبع طلعات، لانه رح يعرفوا انه كل رجال من جماعة افهد بسوى خمسة من جماعة ابو دياب. وانا متأكد انه فايز المقاتل الشرس العنيد الصنديد راح يكون قد المسؤوليه، ولن ترهبه اي ممارسات من الممكن ان تمارس ضده في سجون العدو. هلا روحوا داووا جروحكم واستعدوا للمعركه القادمه، المعركه المصيريه. طيب حي الزعيم، حي الزعيم. هات هات عزلناكم. عيش ابو دياب زعيم حارتنا. يا عيش عيش عيش. تفضلوا يا شباب. دقيقة معلم دقيقة بس لخلص رأسة الموت. لك عود أبو توفيق، عود كبرت على شغلات أنت، عود تشتوش. يا جماعة اليوم حققنا أهم انتصار على حارة الخمس نزلات، اليوم مرمغنا وجوههم بالتراب وقدرنا نأسر واحد من أهم وأشرس المقاتلين عندهم ألا وهو فايز. أسر فايز يا أبو ضايات
ضربة كبيرة ووصمة عار على جبين حارة الخمس نزلات. لا تشوفوه هيك سهيان ودرويش وعلى باب الله وماله حيل يوقف على رجلي. هذا زلمة داهية وعم يتمسكن مشان يخفف من قيمة انتصارنا العظيم والساحق. ونحن طبعا عاداتنا وأخلاقنا وقيمنا ما بتسمح لنا نهين أسرانا. مشان هيك راح يكون فايز معزز بيناتنا ومكرم. رئيس ما ننظر بأمره. يا طرخون. أمرك زعيم. بس اسمه أبو فايز مو فايز. هلأ مشكلة فايز وفازز أبو فايز. خدوه على الحمام حطوه هنيك وشددوا الحراسة عليه. خلوه يتحمم ويرتاح ويتدفى. تؤمر أمر زعيم. ومشان أكله خلي كل يوم أكله على بيت من بيوت الحارة. وأعقنها أعقو كل يوم بتطعموا ثلاث وجبات وثلاث وجبات دسمة. ما بدنا حدا يحكي علينا من الحارات التانية. حارتنا حارة الجود والكرم ولازم نضرب مثل بهالشي. طول عمرك شهم يا زعيم. امشي ولا امشي تحرك. احلى في مرسى من حال السمع طلعات نشوف جنابك زعيم. شفت عباس هي بلش يتحرك شو فينا. هاتوا السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا انت لك مرهوم صاير مرسال. هات لشوف شو في عندها. لكم معي رسالة من أبو دياب. عم نسمع. قال هن مستعدين يخلوا سبيله لأبو فايز ويرجعوه بس على شرط تدفعوا 5 ليرات ذهب. 5 ليرات ذهب؟ إيش ومين أسرين هن؟ أبو زيد الهلالي؟ يعني كتير 5 ليرات؟ لك لا مو كتير قليل كتير. إيه عليم الله أبو فايز بيسو عندي أكتر من 1000 ليرة ذهب بس شيت إنه ندفع 5 ليرات لا يحلموا فيها. وأبو فايز شو مصيره؟ يا سيدي يخلوه عنده ينقعوه يخللوه وبعدين يشربوا ميته مثل ما بتأمر. بتحب إنه شي تاني؟ لا هيك بكفي. إيه السلام عليكم. وعليكم السلام. وصلوا. قال 5 ليرات ذهب. اشو فاكرين حالهم عازلين شيبوب ولا عنتر بن شداد؟ بزل عليك. لا عم بيقلبه هو هيك قال بالحرف الواحد زعيم. شو أبو توفيق ليكون نحن زودنا عليه المبلغ شوية. لا زعيم 4-5 ذهبات مو كتيرين على أبو فايز. أصبح راح نتركهم لينعصولهم أكتر من هيك. معليش خليهم ينزنقولهم شوي. يا سلام عليك يا زعيم. يخليهم هن يلحقونا أحسن ما نحن نلحقون. أصبح روح يا برهوم بلغهم إنه نحن مصرين على المبلغ وما منتنازل عن ذهبة واحدة وإلا راح يضل أبو فايز أسير عنا ليوم الدين. فهمت؟ ولا عدلك وافتقلك؟ مفهوم زعيم مفهوم مثل ما بتأمر. بس بحسن بتطمن على الأسير. يعني نحن صرنا 5 أشهر ما دقنا الكوسة محشي لحتى نطعمي أبو فايز كوسة محشي. شو بدنا نعمل؟ هيك الأوامر. بعدين هذا أسير والأسير مثل الضيف وكرام واجب علينا يا حرمي. بس يعني والله حرام نطبخ كوسة محشي وما نسترجي ندوق منه ولا لقمة. يا بيه إذا حابة تدوقي الكوسة كلي لك كوساي مو مشكلة. وبلكي نقصه. ليش كم كوساي مساوي؟ 7 كوسايات.
حاجته ستة كلي لك وسايا بي ما بصير شي كلي. ايه متسير شو بدنا نتغدى نحن اليوم؟ طبخت لك لب الكوسة. يا حبيبي لب الكوسة عنا والكوسة محشي لفايز. ها هذا اكيد طرفون نعوني هالاكلات لاعطياهم. هات يا متسير يسلموا. زعيم ما قبلوا. شو الحكي؟ كمان مثل الدهبات ما قبلوا؟ العمى قديش بدهم يدفعوا لك؟ الهيئة ما بدهم يدفعوا شيء. شو الحكي هذا المصدقي؟ العمى يضرب عيونهم العمى، قال ما بدهم يدفعوا شيء قال، ولك أسير هذا أسير. لك شو مفكرين رح يفك كله لأبو فايز ببلاش؟ والله إذا كانوا عم يفكروا بهالطريقة بيكونوا غلطانين كتير، كتير غلطانين والشغلة بعيدة على أسنانهم. تعرف معلم؟ هدول الناس ما بيستحون. ايه العمى بقلبه للعمى بحياتي ما شفت اوقح من هيك ولا عيني رأيت. شو يعني؟ مو سائلين على هالمسكين ابو فايز؟ بالفعل يا جماعة بني ادم بحالة الخمس نزلات رخيص وما له قيمة. رخيص وبس؟ لك رخيص كتير، الفجل اغلى منه. والله ما يكون شي واحد من جماعتي مأسور هنيك، كنت خربت الدنيا وحرقت الارض من شأنه. والله يا ابو دياب هذا اللي صار، وشو بتريد بلغهم انا جاهز. أخي قل لهم آخر كلمة عنا ليرتين ذهب ولا ما عاد نفك أسر أبو فايز بحياتنا. أمرك زعيم، رح بلغهم هالشي. كمان بليرتين ما قبلوا؟ ما قبلوا، الهيئة مو ناويين يدفعوا شي. طب شو العمل؟ معقولة تخلوا أبو فايز محجوز عنا؟ إيه أنا بعرف. لا والمشكلة إنه أهل الحارة صاروا يتململوا من هالقصة، لسه صفرة رايحة وصفرة جاي، طبخة فايتة وطبخة طالعة. وبيني وبينك أهل الحارة مو قدرتهم هالشي، يعني يا دوب عم يلحقوا لقمتهم. طب ضرورية هالسفر؟ طعمه من قريبه، سعره بسعر أهل الحارة، شرط يعني إنه يأكل على كل درس لون؟ صحيح، بس مو حلوة مشان سمعتنا يا أم دياب. بعدين هيدي عاي منيحة لحارتنا، يعني بكرة الناس بيقولوا إذا الأسير هيك عم يأكل معناها أهل الحارة شو عم يأكلوا. لهالسبب الناس رح تاخد فكرة انه اهل حارتي عايشين بعز نعيم، مو ناقص عليهم شي منوب. اصبح فكوا اسره ورجعوه وخلصوا من هالهم بقى. هو منفكوا ما في مشكلة، بس اذا فكيناه من دون شي بيشمت فينا ابو فهد، وبهالصورة بيكون مشى كلمته علي، وانا مستحيل اعطيه هيك فرصة. ومثل ما بتعرفي انا بخيل تماما باعطاء الفرص. والله حيرتني، شو الحل لكان؟ هو أحسن حل بيني وبينك نتركه يهرب. شلون بده يهرب وأنتم حاطينه بشي 4-5 حراس؟ محلولة يا مدياب، محلولة، ما في مشكلة. سمعت الخون؟ من هلأ ورايح بتخففولي الحراسة على أب فايز، يعني بتحطوا حارس واحد وبس، وبتنبه على الحارس الكون فله مغيب كل شوي، والتانية يعني لا يدبقوا لأب فايز يحل عنه شوي بيكون أفضل. وبركي هلا. ولك نحن بدنا يا يهرب يا غشيم. يهرب؟ لك ايه يهرب، شو بدنا بهالهم يلي جبناه لحالنا. والله إذا كان هيك محلولة زعيم، هلأ بروح بخلعه كفين مثل طباق الجمر وبخليه يهرب. ولك شو تخلعه كفين انت التاني؟ هيك صار اسمه تقليعة مهربة. بدنا يا يهرب من ذات نفسه، قال يعني بشطارته ونحن ما حسين عليه. ايوه هلأ فهمت عليك. خلص زعيم، اعتبر موضوع ابو فايز منتهي.
بس وينك؟ هالشي خليه بيني وبينك، ها؟ ما ابن حدا يدرى؟ ولا يهمك زعيم، تأمر أمر. فوتت الحمام تعنا شيد قلبي، فوتت الحمام. طلحون؟ وين الشباب؟ ألو شباب؟ الحراس اللي كانوا هون كنا عم نتسلى. فرزناها لمهمات تانية. يا خسارة، كانوا لطاف وطيبين القلب. هلأ المسؤول عن حراستك هو أنا وبس، وأنا مثل ما لك شايف ما بقدر بعد عندك أعداد طويلة، أنا مشغول كتير. شو يعني بدي أقعد لحالي؟ ليش بتخاف تقعد لحالها؟ لا مو قصة بخاف، بس بمل. سيدي إذا لقيت حالك مالي طلعت مشالك شوي بالحارة مو مشكلة، نحن واثقين فيك وانت مو ممكن تهرب. والله ما أحلاني هربان، أنا صار بيني وبينكم خبز وملح، وأنا ما بخون الخبز والملح والمحشي. منيح طمنتني. على كل أنا هلأ عندي مشوار ساعتين زمان، وانت إذا حبيت تتسلى طلع قصدر لك شوي بالحارة وشم هوا مو مشكلة. لا معلش، أنا تعبان وبدي ارتاح، رح نام شوي. روح أنت بس لا تطول ودير بالك على حالك. العمى بقلبه شو أجدب؟ شو مو ناوي يهرب هذا؟ الهيئة مو ناوي يا زعيم. معلوم يا عمي، استرطب بالقعدة، فهي ومي ودفى وأكل ومرعى وقلة صنعة، يعني لو صارت لجدي ما مات. والحل زعيم؟ ما ضل قدامنا إلا حل واحد. شو هو زعيم؟ لازم نقلعه من الحمام وفورا نقلعه تقليع. الحقني لقلك. يلا حبيبي. قوم ولعاب. أهلين بالزعيم. يا ريت أهلين الخير. فضل أهلا وسهلا. ما بدي ضرابة، ما بدي شاي. عود شوف أبو فايز، هلأ الله يرضى عليك بتطب أغراضك وبتتيسر على بيتك، خلص الفيلم احترق. ليش لا سمح الله يا زعيم، بدر مني شي غلط؟ بالعكس، انت اسير محترم واكابر، بس نحن ناويين نجدد سياستنا ونستعمل تكتيكنا ونحسن العلاقات بيننا وبين حارة الخمس نزلات، وقررنا بدافع المصلحة العليا انه نطلق سراحك تعبيرا عن النوايا الحسنة. هذا الشيء عظيم كتير يا زعيم، بس اسمح لي اقلك انه انت غلطان. غلطان؟ وليش بقى يا حمص تركي؟ لأنه أبو فهد ما بيسهل منك كل شي عم تعمله إياه، لأنه زلمة سرسري وضعيف الوجدان وقليل الأصل. فاسمع مني يا زعيم وخليني أنا أسير عندكم هون مشان تضغط عليه، مشان تضغط عليه، بعدين مشان الأكل بكفيني وجبة واحدة باليوم. ليش البحترة؟ ولك خراس ولا؟ أنت ما لك علاقة بهالمسائل على الإطلاق. المواضيع الكبيرة يلي بيننا وبين أبو فهد أنت ما دخلك فيها، هاي سياسة عليا ونحن منقررها ولك. أمرك زعيم، أنتوا أدرى بمصلحتكم. بقى ضب أغراضك وتيسر على حارتك وفرقنا بريحة طيبة، وأنا بنفسي رح وصلك لباب الحارة مشان ما حدا يتعرض لك. طيب زعيم، ممكن أطلب منك طلب؟ والله عال وصر لك طلبات كمان؟ هات لشوف يا العروس، شو هو هالطلب بقى؟ ليش ما بتقبلوني عندكم هون بالحارة لاجئ سياسي؟ يا حبيبي، لا حبيبي ما بدنا لاجئين سياسيين. قوم خلصني، ضب اغراضك وتيسر على بيتك. لك قوم يخرب بيتك، قوم خلصني، جره ترخوم. قوم عرق ولا بدك تشرب شاي كمان؟ عيطوا طلع اخطر. هلا يا عمى مناقص أنا يا عبني شدي. شو هالحكي زعيم؟ وين صارت أرضي؟ أردفنا لحارته
وراح طرخوني وصلوا لباب الحارة. ايه دربي يسد ما يرد، منيح اللي خلصنا منه. يلا بلا فوت وياه، يلا فوت خلصني لعمة في عيونك صعيب. يعطيك العافية زعيم. منو هدول؟ هدول يا زعيم القصة باختصار، أنا والشباب عملنا غارة على حارة الخمس نزلات وأسرنا اللي فيه النصيب وإجينا. الله لا يعطيكم عافية فوق تعبكم. ولك يا أجدب، نحن أسير واحد ما قدرنا نطعميه. لك شلون بدنا نقدر نطعمي أربعة؟ خيرك فهمتي ولا ما فهمتي؟ لا سيدي ما فهمت وما رح اعطسه. شادي اعطيني الفولار احسن لك. ها بالله شو خوفتني. شوفي وينك، اعطيني الفولار احسن ما اتصرف تصرف ما بيعجبك. ها وشو رح تعمل يعني؟ بخلع رقبتك. شو بدي اعمل يعني؟ لا حبيبي ما بيطلع لك. شوفي شادي، لاخر مره عم اقول لك لا تستفزيني، لانه ساعتها ما رح اكون مسؤول على اللي ممكن يحصل. ها يعني فكرك بهالكلام رح تخوفني؟ لا سيدي ما رح خاف، ويلي بيطلع بايدك يطلع برجلك. لك يخرب بيتك شو جقرة؟ إلي هالحكي؟ إلك نكلمي. عرفت رجلك. يا أمي وين بابا؟ يا بابا بابا. لك شو هاد؟ شو هاد أنتو يا؟ المسخ يمسخهم، مفكرين حالكم صغار؟ تريد أختك من إيدك العامة ضربك ما أوقحك، وصلت معك المواصيل تمد إيدك على أختك وأنا موجود بالبيت؟ بابا هي اللي استفزتني. لا صدقوا بابا، أنا ما قلت له شيء، هو عم يكبر معي بالكلام. ولك شو القصة؟ فهموني، على إيش عم تتناقروا أنتوا؟ أخذت الفولار تبعي وعملت حالها ما عندها خبر. أنو فولار؟ الفولار الأحمر. لا صدقوا بابا، أنا استعرته استعارة ما أخذته. كيف استعرتي يعني؟ شفت؟ شفت شلون الفولار معاه؟ خراس أنت، خراس وعيرنا سكوتك. وأنت الثانية أخذت الفولار بإذنه ولا من دون إذنه؟ لا طبعًا، بإذنه. أصبح وين المشكلة؟ المشكلة إنه قالت لي رح تستعيره يوم واحد، وهالحكي صار له ثلاث أيام. شادية، وين فلان أخوكي؟ ليش ما رجعتي له إياه حسب الاتفاق؟ بصراحة بابا، استحلته في اتفاقين واستعارته مني. شو صار يعني؟ خربت الدنيا؟ ابقي تكارم على رفقاتك من أغراضك، مو من أغراضي. قلت لك خلاص أنت. وأنت الثانية كمان، مالك حق تعيري رفيقتك غرض مو إليك، ليش لحتى تعيريها يا؟ طيب انحرجت قدامها بابا، شو بدي أعمل يعني؟ ايه وشو دخلني انا اذا انت انحرجتي؟ ها حلو بابا، شلون هلا انا بدي اطلع بلا فولار؟ صحيح عم يحكي، شلون بده يطلع بلا فولار؟ قلت له يستعير فولاري الاخضر وهو ما رضي. ليش ما رضيت ولا؟ طبعا ما بدي ارضى بابا، ما احلاني ورضيان. بابا الفولار الاخضر بطلاني موطو من سنتين. والفولار الاحمر؟ هلا عزدي موطو كثير درج بهالايام، وبصراحه انا معزوم على عيد ميلاد رفيقتي وكنت حابب البسه. ايه بسيطة بابا بسيطة، مشيها هالمرة بلا فولار وزرعها بدقني. بعدين تعال قال لها هالفولار اللي عم تحكي عنه صبياني ولا بناتي؟ صبياني بابا. لا بناتي بابا. لا صبياني. لا بناتي. لا صبياني، والدليل على الحكي انه نورس المايس كان لابسه باخر فيديو كليب عمله. كمان المطربة نجمة العلاني كانت لابسة مثله تماما بالمقابلة اللي عملتها الاسبوع الماضي، ومو بس هيك كمان صورت فيه بالصورة اللي حطوها على غلاف مجلة السنارة. أصلاً موضة الفولار الأحمر ما درجت إلا لما النجمة العلاني لبست منه. إيه مو صحيح الحكي بنوب بابا، لا تصدقها، موضة الفولار الأحمر ما درجت إلا لما لبسه نورس المايز. إيه خلصت بقى، خلصت بقى أنت وياها، تضرب إنك لأختك ما أصغر عقلكم. قديش حق الفولار؟ 400 ليرة بابا. أصبح هلأ بعطيك 400 ليرة وروح اشتري بداله وفضولي هالسيرة بقى. شكراً كثير بابا، يستنفل إيدين. وأنا بابا؟ شو بكي أنت؟ بس لفادي بدك تعطيه 400 ليرة؟ لا تكرم عينك انت الثانية، راح احسب حسابك ب400 ثانيات ولا همك. بس مو هذا الفولار ب400؟ ولو بابا سلامة عرفك، هذا فولار نورس المايز، مو حيلا فولار. قول فولار نجمة العلالي بيكون احسن. ما في خواص، بيضل عقلكم منحوس لحس بنورس المايز ونجمة العلالي. لك يضرب هيك شيء يضرب نورس المايز. مرحبا ابو فادي. اهلين، شلون كان مشوارك بالسوق؟ ماشي الحال. يعني ان شاء الله توفقتي بمسواقك؟ ايه الحمد لله توفقت. شو شو جبت؟ شايف القميص النوم ما احلى؟ شو القميص هذا؟ شايف كله ريش.
ايه طبعا، لانه هذا اخر صرعه واخر موضه. ولمعلوماتك نفس هذا القميص لا راح ولا اجا لبست مثله ميرفت علوي بمسلسل دموع تحت الطلب. شو هالحكي؟ وهذا القوس نفس القوس يلي كانت لابسه مثله حنان الشناوي بمسلسل الايام المعتره. ايوه، وشو كمان؟ وهذا الحلاق. خلاص خلاص لا تكملي. لا، وقبل شوي كنت عم اقول لحالي منين شادية وفادي جايبين هالطباعة الظريفة؟ منين؟ يو شو قصدك ابو فادي؟ خلاص خلاص ولا يهمك انسي، والف مبروك عليكي مشترياتك. تفضل تفضل. مرحبا ابو فادي. اهلين بسام، اهلا وسهلا. مرحبا ابو فادي، كيفك؟ اهلا وسهلا، وشك ولا ضو القمر؟ هلا مو وقت العتب، هلا عود، انا جايك بشغلة مهمة كثير. عن اذنكم بس انا بدي فوت جاهز حالي لانه معزوم على عيد ميلاد. الله معك. خير ان شاء الله. يا سيدي اتذكرتك بشغلة، ايه طول عمرك رح تتذكرني فيها. هلا اطلع من هالبواب وقل لي شو تشرب. روق يا ابو فادي وحلمك علي شوي، واذا الله ما كذبني رح تنفتح لك ابواب المجد على مصاريعها، وراح اصير من اشهر الحلاقين بالشرق الاوسط كله. شو القصة بسام؟ لحد هلا ماني فاهمان عليك شيء. ولا يهمك رح فهمك. طبعا انتم بتعرفوه للمطرب لبيب لامع. ايه طبعا بنعرفه، في حدا ما بيعرفه؟ سمعان بهالاسم. نعم. بزعل منك ها؟ اوعى تحكي الحكي دم حدا. وليش بقى؟ لا شو ليش؟ في حدا بالدنيا كلها ما بيعرف لبيب لامع؟ المهم هلا شو قصة لبيب لامع؟ هذا يا سيدي لبيب كل ما يجي عالشام متعود ينزل عنا بالاوتيل، ومتعود كمان انه حلاق الاوتيل يصل له شعره قبل كل حفلة بده يغني فيها. ايه وشو بدي اعمل له يعني؟ جايك بالحكي، لبيب لامع المرة الماضية ما كتير عجبته قصة حلاق الاوتيل، ومنشان هيك قرر هالمرة يطلب حلاق من برات الأوتيل. ولأني أنا خوش بوش أنا وياه وبيوثق فيني كتير، طلب مني رشح له حلاق شاطر يقصله شعراته قبل الحفلة، وطبعا أنا طرحت اسمك قدامه. يا سيدي كتر خيرك، بس شو يعني؟ ولك شبك أبو فادي؟ في حدا بيصح له يحلق للمطرب لبيب لامع وبيقول شو يعني؟ إيه مالك علي يمين، كل حلاقين البلد بيتمنوا يحلقوا له شعراته، ومو بس هيك بيتمنوا ينالوا شرف نتف حواجبه وقص اظافير ايديه ورجلي. ولك يسلمني هالزكا لك انفادي، فهمي لجوزك. ولك اخي ما اختلفنا، لبيب لامع على عيني وراسي، بس شو المطلوب مني هلا؟ يا سيدي المطلوب منك انه تشرفنا بكره على الاوتيل وتقص شعرات لبيب لامع. منيح الحكي. وليش ما بيجي هو لعندي على الصالون؟ ما حلك تعرف اني ما بحلق لحدا برات الصالون. اسمعوا على السمعة، لك شو جنيت انت لك ابو فادي؟ انفادي جوزك اكيد بده يجنني. لك معقول اللي عم تحكي لك ابو فادي؟ رحمة على القصة، لو بده يتدلل علي. صحيح في ناس ما بيلبق للعز والنعيم. هلا هيك مشوار بتعتبره عز ونعيم؟ طبعا عز ونعيم ومحسوم الامور. شلون محسومة يعني؟ ما فهمت عليك. يعني بكرة لما الناس تدرى انك عم تحلق للبيب لامع ايه ما بتعود تلحق مقابلات بالصحف والمجلات، واذا ضرب معك الحظ وصرت الحلاق الخاص للبيب لامع ايه قسما عظما رح تقدر الفقر قبر من ورا الشغلة. فظاعة انت شو بتحب تبالغ. على كل حال خلاص اخي، خلاص مو مشكلة، بكرة من الصبح بروح على الاوتيل وبحلق لصاحبك، بس مشانك ها، انت ابن خالتي وعزيز علي كتير، بس لازم تعرف انه هالشغلة ما عملت لحدا قبلك ولا بالمنام. اسمعوا على السمعة، وفوق هاد بده يربحني جميلة كمان. لكن فادي ليش عقل جوزك مركب بالمقلوب؟ يعني ما حلك تعرفه؟ ابن خالته مضطر تحمله. اسمع ابو فادي، بكرة بتكون عندي بالاوتيل الساعة 12، يرضى عليك لا تأخر، وتوصالي بالزلمة كمان. خلاص ولا يهمك، وشك ابيض ان شاء الله. بدي انام لك السحريه تلعب براس لبيب لامع لعب. يلا انا مضطر بدي امشي. لوين رايح؟ ليش مستعجل؟ شباب لسه ما شربت قهوتها. لا لا معلش مستعجل شوي، بدي انزل انا ولبيب على سوق الحمديه، بعدين بدنا نطلع نتغدى بمونتي روزا. يلا بخاطركم. ماشي الحال. الله معك، مع السلامه، مهون ان شاء الله. وينك رسام؟ ايه الله يرضى عليك، بدي تذكرني باسم كم غنيه لصاحبك، لانه بخاف بكره يسالني شي سؤال قوم انحرج قدامه. ليش مالك حافظته ولا غنيه؟ لا والله. يا حبيبي الله يعينك يا عم فادي على الرجال، منين جايبينه؟ من المتحف؟ ابن خالتك وانت ادرى فيه. حافظي حافظي كم غنيه، اوعك تشرشحنا عم فادي ها؟ يلا بخاطركم. الله معك. الله معك، مع السلامه. يا فادي يا شاديه. نعم بابا. نعم بابا. الله يرضى عليكم، بدي تحفظوني كم غنيه للبيب لامع.
حاضر بابا. ماشي بابا. ياي دبيب ياي. أستاذ لبيب، ممكن نعرف شو آخر ألبوم عم تعمله؟ الحقيقة أنا عم ساوي ألبوم جديد وظريف كتير، يعني فيك تقولي عنه أنه سرعت الموسم، بس بصراحة ما بقدر أقول شي عنه هلأ، خلي الموضوع سر. ليش بقى أستاذ؟ شو هو قنبلة نووية؟ لا، بس بخاف يسرقولي الكلمات أو حتى يلتشولي اللحن. طيب، مو ناوي تعمل فيديو كليب لأغنية لا تفهميني غلط؟ طبعاً أكيد، وإن شاء الله على قريب كتير رح تشوفي فيديو كليب كتير نعوم لأغنية لا تفهميني غلط، بنطلوني ضيق وانشرط. على فكرة، أنت لطيفة كتير وجذابة ونعمة يا أنسي. شكراً أستاذ، هذا من لطفك. هاي أختي أستاذ. أختك. بس أوكي تفهموني غلط ها؟ أستاذ لبيب، ممكن أعمل معك دردشة صحفية صغيرة؟ الحقيقة هلا ما بقدر لأني وعد حلاقة تبعي بعد شوي، بس إذا بدك يعني كم سؤال على الماشي ما في مشكلة. استاذ لبيب انت جميل كتير، بقى شو بتاكل حتى تحافظ على جمالك؟ يعني شو بدي اكل؟ كرواسون على الفطور وسمك على الغداء وكافيار على العشاء. وشلون بتحب المرأة؟ بحب المرأة باردة وخاصة مرأة الجيش. مو هاد قصدي، يلي بقصده شو بتحب المرأة؟ الحقيقة انا بعكس كل الناس، يعني انا بحب المرأة تكون مفروطة وميعة، وما بحب سميكة ومعقدة، وبحبها باردة لانه بخاف تطلي سقف حلقي. استاذ فهمني الله يخليك، يلي بقصده شو بتحب النساء؟ هلا فهمت عليكي. لا تواخذيني دخيلك، بس ممكن بعد الحفل المساء يعني مندردش بشكل اوسع اذا بدك يعني. طيب استاذ لبيب رح تغير قصة شعرك؟ ايه والله هيك النية. شو القصة الجديدة اللي رح تعملها استاذ؟ معلش خليها مفاجأة، ما بقدر صرح بشي هلا. استاذ لبيب يا ميزو الحبا. اهلا وسهلا، يعطيكم العافيه. قدم لك متزين المعروف ابو فادي. يا اهلا وسهلا، تشرفنا. اهلا وسهلا مرحبا استاذ. انا فادي. فادي ابني وبنتي شادي. يا اهلا وسهلا، مهضوم فادي. يا اهلا وسهلا. وين بتحبوا نحلق لكم استاذ؟ وين ما بدك، بس عندي بالغرفه مثلا، تفضلوا. ما في مانع، يلا بالاذن. يالك يا بابا. ايه شايفه بابا. نعم خدنا معك لفوق بابا. لا ما بصير، بدي احلق له. ما بصير بابا، خليكم هون. يالك يا بابا، بده يحلق راس لبيب لامع. لك راس لبيب لامع هذا مو راس قرنبيط. استاذ لبيب هون سهل الزبداني، وقدام منه الجرجانيه منتزع بياخذ العقل، شغله رائعه. انا جاهز استاذ لبيب. شلون بتحب اصل لك؟ على طريقه عاصي ولا كاظم ولا راغب؟ لا لا يا ابو فادي، لا هيدي ما حبيتها منك نهائيا، يعني مع احترامي الشديد لهالثلاثه اللي ذكرتهم، بس هن اللي بقلدوني مش انا اللي بقلدهم. ايوه عفوا. شباب لك فادي. شو معوتك يا كلام؟ شو حكينا؟ حوش خلص. عفوا استاذ لبيب، بس ممكن اسالك شو نوع القصه اللي تفضلها؟ يعني هلا اذا بطلب منك اي قصه ممكن تقصي لي اياها ان شاء الله اذا الله راد. ابو فادي بيعجبك تمام استاذ. طيب عظيم. بتعرفوا لوتشانو بافاروتي؟ بافاروتي ما بتعرف مين بافاروتي؟ يا اخي ما حصل لي شرف معرفته، ايش نوع حالي يعني؟ طيب شو بيشتغل هذا بافاروتي؟ شو بيشتغل الان؟ ولك يا عمي هيدا مطرب عالمي مشهور كتير، ولهالسبب بدي اصمت لقصته، بركي صوتي بيصير مثل صوته. وشلون بيقص بافاروتي؟ ولا يهمك ابو فيدي، راح فرجيك. هاي صورة، شوف. أيوة. تأمل الصورة منيح. أيوة. شايف القصة كيف؟ شايف الدير؟ شلون بتطلع معك هاي القصة؟ مزوقة حلوة. يعني بتطلع معك. بتطلع ليش لحتى ما تطلع؟ بتطلع إذا الله راد. إيه. يلا الحمد لله. يلا. بلش أشوف. يلا. حاكم أنا متفائل كثير لأنه مدحني منك بسام كثير. الله يسلمك، الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. خلص شو بدكم؟ لك تعالوا معي بابا انا ابو فادي. يعني شو تعالوا يا جماعه اذا بتريدوا
الفنان لبيب لامع مو فاضي هلا، عم بيحلق شعراته، بده ساعة على الأقل لينزل. إذا بتريدوا وحابين تشوفوه استنوا بالبوابة الثانية. لك لا، ليش هيك عملت؟ تخيلك لتأخذني يا أستاذ، أنا آسف كثير، صدقني مو بقصدي، بالظاهر الماكينة عصلجت معي شوي، بعدين تحلي بتحل، بس مو بقصدي والله يا أستاذ، قسما بالله العظيم يا أستاذ لبيب مو بقصدي. ولك شلون مو بقصدك؟ ولك أنت بهيدي الصورة شوهتني تماما. الله لا يعطيك العافية على العملة، لك شو سويت برا الزلمة؟ لك أطولوا بالكم يا جماعة، شو خربت الدنيا؟ يعني الشعر بضاعة مخلوفة. ولك شلون ما نطول بالنا؟ ما بتعرف شو عملت؟ ولك هذا راس لبيب لامع مو راس لفت. ولك انتبه عليك، انتبه عليك، انت اللي جبتوا لهالمنظومة. طول بالك استاذ لبيب ازرعها بتاني، والله انا رح ادوب خجل منك. وشو بيفيدني دوابينك يا عمي؟ لك انا كيف بيظهر على جمهوري هيك؟ وانت انت شو ناوي؟ ناوي تدمر لي مستقبلي؟ ولك انت ناوي تفوتنا بالحائط؟ شو فوتك بالحائط؟ ليش ليش هوني عندك حد يضرك؟ الله لا يضر مخلوق يا استاذ لبيب. اكيد حدا بيسك علي. قل لي اشوف، قل لي تشوف فورا مين اللي بعتك لحتى تشوه لي صورتي. قر وليه؟ قر احسن لك. لسه بقول لي قر؟ طول بالك استاذ لبيب، اكيد غلطه مو مقصوده. بسيطه يا جماعه، لا تهونوا الامور، كل شيء ممكن يتصلح. لسه بقول لي يتصلح؟ ولكن كيف بده يتصلح؟ كيف يا استاذ لبيب؟ انت اترك الشغله علي وانا ممكن اصلح خرطتي، بس بعد اذنك يعني بدي اغير مدير القصه. وشو شايفني مجنون لحتى سلمك راسي مره ثانيه؟ يا استاذ لبيب اذا سمحت سلموا راسك، ما في قدامنا غير الحل. لا حول ولا قوه الا بالله. طول بالك، طول بالك. لا الله بلاني فيكم انتوا اثنين. خلينا نشوف شو القصة اللي بدك تقصها. هاها يا سيدي، انا رح اعمل لك قصة مناسبة بحيث انها تخفي ضربة الماكينة. وين هون؟ وينها؟ هي شايفة؟ بس طبعا ما رح تطلع مثل قصة بافاروتي، لازم تنسالي بافاروتي. بلا قصة بافاروتي هالمرة، المهم ننقذ الموقف. بسيطة، شرف لنشوف، انقذ الموقف اذا بتنقذه. بس قسماً عظماً إذا ما عجبتني القصة لا أرفع عليك دعوة عطل وضرر، وطالبك بدفع تعويض مليون دولار. لا لا، ولو بإذن الله رح تعجبك. يلا أبو فادي اتكل على الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة الخير، يا جماعة الخير، لو سمحتوا في زبائن بدها تفوت تطلع، إذا بتريدوا لا تعملون تجمعات هون. طول الأستاذ لبيب، مو أنت قلت لنا إنه عم يحلق شعراته؟ نعم عم يحلق شعراته، وبس يخلص بينزل. صار لنا ساعتين ناطرينه، إيه شو الحلاقة هاي؟ إيه والله لو كان عم يحلق لغنمة كانت خلصت. لك أنا شو بيعرفني؟ شو أنا اللي عم بحلق له؟ ها ليك وصي. شو عامل بابا براسه؟ شو هاي موضة شباب؟ شايفة شايفة شو حلوة هالقصة؟ ايه أكيد هاي آخر موضة. حضرتك حلاق فادي؟ ايه أنا. مين أنتو؟ زباين جاي نحلق عندها. صرنا ساعتين عم نستنى. عم تستنوني أنا؟ ايه مو حضرتك اللي ابتكرت القصة الجديدة للفنان لبيب لامع؟ بلا أنا. ونحن جايين تقصلنا نفس القصة. نفس القصة؟ إيه؟ شو علي؟ على عيني وراسي. على فكرة أبو فادي، شو اسمها هي القصة؟ هي القصة اسمها أبو فادي بافاروتي، وفي إلها موقع على الإنترنت اسمه www.abofadibavarotti.com.